معانا على الهاتف أستاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، واللي هنتكلم أكتر عنه عن هذا اللقاء وأهميته. مساء الخير أستاذ خالد. أهلا بكم. أهلا بالسادة المشاهدين. برحب بحضرتك معانا. وكيف ترى جهود الدولة في رقمنة وتحويل تقريبا معظم أنظمة الدولة إلى الرقمنة لتسهيل التعامل؟ يمكن طبعا الحكومة المصرية يمكن من أكتر من 6 سنين بدأت مشروع التحول الرقمي لكافة الجهات الحكومية، مش مجرد استخدام أو إحلال الكمبيوتر في مؤسسات حكومية، ولكن تطوير الخدمة نفسها بحيث أن الخدمة الحكومة الإلكترونية توصل للمواطن في المكان والوقت اللي المواطن عايزه، مش المواطن هو اللي مضطر يروح عشان يحصل على الخدمة الحكومية. ودي يعني رؤية مختلفة شوية عن مفهوم الحكومة الإلكترونية اللي هي مجرد بس استخدام الكمبيوتر في تطوير الخدمة. من هنا يمكن دي رؤية متقدمة أيضا، دي كنا دايما بنتكلم على البلاد المتقدمة ده بيحصل فيها، فأنا ده بيحصل عندي حاليا وبكفاءة شديدة وكأننا بقالنا سنين فيها. يمكن طبعا احنا بدأنا الموضوع الحكومة الإلكترونية في نهاية أو في منتصف التسعينات من العقد الماضي من القرن الماضي، ولكن الدفعة القوية اللي في ظل وجود دعم من القيادة السياسية وإيمانها بأهمية تكنولوجيا المعلومات حصل فعلا دفعة قوية جدا لكل الجهات الحكومية إن هي بقى إلزام عليها عملية التحول الرقمي. ومن هنا بنلاقي ان منصة مصر الرقمية عليها اكتر من حوالي 94 خدمة النهاردة يقدر المواطن يحصل عليها اونلاين بدون ما مضطر ان هو يتحرك من مكانه، ويقدر ان هو باذن الله على نهاية 2020 يقدر يحصل على 300 خدمة يبقوا على منصة الحكومة، منصة مصر الرقمية. كل ده بيقول ان احنا واخدين الموضوع التحول الرقمي مش مجرد مواكبة للتوجه العالمي فقط، ولكن ايضا ان احنا شايفين ان هو اداة عشان نواكب التطور اللي نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. يمكن اشرته في التقرير بتاعكم اهمية يعني متابعة السيد الرئيس لموضوع مدينة المعرفة اللي بيتم انشائها في العاصمة الادارية الجديدة، واللي هيكون في منها فروع في معظم محافظات مصر. اتفضل. يمكن مدينة المعرفة استثماراتها حوالي 3.2 مليار جنيه. هتبقى عبارة عن أربع محاور أساسية. المحور الأولاني محور توطين الإبداع من خلال إقامة مراكز الإبداع مصر الرقمية هناك، وبالإضافة أماكن لاستضافة الشركات العالمية تكنولوجيا المعلومات إن هي موجودة، بالإضافة طبعا عندنا جامعة مصر للمعلوماتية اللي بدأت فعلا تقدم خدماتها والطلاب بدأوا يدرسوا فيها من أول السنة دي. يمكن برضو أشرت في التقرير بتاعكم إن إحنا مصر بتعمل النهاردة أكتر من حوالي 9 مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات، الأساس إن المحافظات دي كنوز ما زالت يعني فعلا ما زالت لم يتم اكتشافها سواء من ناحية التواجد. بس خليني أقول لحضرتك ما كانتش أصلا في مجال الاهتمام فكرة إنها تدخل، مجرد ما بنبدأ الفكرة إنها تنفذ فيها أيضا ده كده خلاص أنت بتعمل توازي على كل التقدم اللي أنت شغال عليه. وبتنقل بقى موضوع ان انت يعني البعض المبدعين واولادنا الشطار في الاي تي بدل ما هم بييجوا القاهره عشان يبحثوا عن فرصه عمل، انت بتوجد لهم بيئه عمل ان هم هناك يبداوا في مفهوم رياده الاعمال، واللي عنده فكره جيده ممكن زي يحولها لمشروع رياده اعمال، وان هو ممكن يحصل على تمويل ويبدا ان هو مشروع ويوطن صناعه تكنولوجيا المعلومات في المحافظات، لان للاسف غالبيه محافظاتنا بتعاني فعلا من هجره كوادر بشريه في المقام الاول، ثانيا عدم او عزوف شركات تكنولوجيا المعلومات العالميه ان هي تروح المحافظات. وده يخليني اسال حضرتك على ان يبقى اعداد كوادر في هذا المجال واهميته يا دكتور. يمكن طبعا النهارده السيد الرئيس اشار لنقطه مهمه جدا، ان هو اشار لحاجتين، الاشاره الاولانيه ان هو ضروري التدريب وتاهيل الكوادر البشريه اللي شغاله في الجهات الحكوميه، ان هي مش مجرد يعني نحط جهاز او شاشه كمبيوتر قدام الموظف والموظف نفسه مش عارف يتعامل مع السيستم او مش عارف او مش راغب كمان ان هو يطور نفسه، فدي نقطه مهمه جدا تدريب وتاهيل الكوادر البشريه الشغاله في الجهات الحكوميه. النقطه الثانيه طبعا النهارده السيد الرئيس اتكلم على بناء العقول البشريه المصريه وازاي ان احنا نوفر لها فرص التدريب والتاهيل باحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات، على اساس ان هي لو ما استفدناش بها جوه مصر وان احنا يعني قدرنا ان احنا نستفيد بها ونوطنها جوه مصر على الاقل تبقى عنصر نصدره للخارج. وانت عارف حضرتك ان هو وخاصه ان انا املك من القوى البشريه فعلا انا اللي تخليني اسيطر عاليه جدا يعني بالظبط قيمتها الماليه وقيمتها ان هي نقدر نقول او قيمناها يعني القيمه هي ثروه طبعا بالظبط كده. فانت عندك يعني ثروات كبيره جدا في العقول البشريه تقدر ان انت
لو ما استخدمتهاش على الاقل جوه البلد، على الاقل ان انت لما تصدرها خارج البلد. ويمكن الهند اكبر نموذج قدامنا كلنا بكوادرها البشريه قدرت ان هي تغزو العالم، ونعطى صناعه البرمجيات في الهند بتتجاوز النهارده حوالي 200 مليار دولار في السنه. فاحنا النهارده يمكن صادراتنا حوالي النهارده في المجالات التكنولوجيه حوالي من 4.8 او 5 مليار دولار. نتطلع باذن الله في اطار ان احنا يبقى عندنا زياده في عدد الكوادر البشريه المتخصصه في مجال الاي تي ان احنا نوصل لحوالي 10 مليار دولار باذن خلال الثلاث سنين اللي جايه باذن الله. بشكرك استاذ خالد حسن رئيس تحرير جريده عالم رقمي. فكره ان انا يبقى عندي كوادر بشريه، وفكره دائما يشير السيد الرئيس الى العنصر البشري المصري، في اهتمام شديد بالتدريب بالتنميه، بان انا استغل كل قدراتي. لما نبقى دوله شاب عندي 60% من المجتمع بتاعي شباب، ده انا كده ممكن اصدر للعالم وكمان اشغل نفسي. يعني فكره استغلال الطاقه الحقيقيه اللي عندي وهي العنصر البشري، مش ممكن ابدا نقول ان ده حمل علينا. ما فيش دوله عاقله في الدنيا تقول ان البشر حمل خالص، احنا ممكن نكونهم ان هم يبقوا ثروه حقيقيه تدر على مصر فوائد كتيره.